أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قرار الكنيسة الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يعني التعامل مع المنظمة كعدو. وخلال كلمته أكد أبو هولي على تضرر 200,000 لاجئ فلسطيني من توقف خدمة التعليم والصحة التي تقدمها المنظمة. التعامل مع الأونروا كعدو وحظر عملها وسحب الامتيازات والحصانة من هذه المؤسسة في القدس يعني إغلاق 17 منشأة للأونروا من مدارس ومراكز تطبيب، وبالتالي استهداف مخيمين في القدس، مخيم شرفات ومخيم قلنديا، وتضرر 200,000 لاجئ فلسطيني في الخدمات الصحية والتعليمية في القدس، وإغلاق 3 مراكز تدريب مهني.